نرجع مشاهدينا على التسأيل للمباراة الرابعة بالفرد الأرجيل ضمن كيس ديفيس مباراة لبنان وتايلاند المجموعة الأسيوية الأوكيانية الأولي. لبنان صار قريب بكتير أنه يبقى بالمجموعة الأولي. هون عم نشوف اللاعبين يلي رح يلعبوا المباراة، بنجامين حسن مصنف أول بالفريق اللبناني وويشاوا شايكول المصنف أول بالفريق التايلاندي، اثنيناتهم ربحوا مبارياتهم الأولي بالفردي. في حال ربح الفريق اللبناني رح يبقى بالمجموعة الأولي وينزل الفريق التايلاندي للمجموعة الثانية. إذا بدنا نحكي كمان مرة ونذكر بالفرق بين اللاعبين، اللاعبين بيلعبوا بإيد اليمين، التايلاندي ويشاو ترونغ شايكول مواليد 95 بيلعب بإيده اليمين، تصنيفه بالفرد 623 وبالدوبل 659، خاض 18 مباراة بكيس ديفيس بما فيهم المباراة اللي شفتوها اليوم ضد اللبناني حسن إبراهيم، ربحان 12. أما بنجامين حسن فهو أيضا من مواليد 1995 ساكن بألمانيا بيلعب بإيده اليمين، تصنيفه الدولي 348 بالفردي و 1303 بالزوجي، خاض 9 مباريات بكيس ديفيس ربحان 7 وخسران 2، واحدة منهم بالزوجي. أول مرة شارك بمسابقة كيس ديفيس كانت بال 2018. أكيد بنجامين ربح على التايلاندي جيرات سومبون 6-1 6-2 امبارح، ويشاوا شايكول ربح اليوم على حسن إبراهيم 7-6 10-8 بالتاي بريك 3-6 و7-6 كمان 7-5 بالتاي بريك. جيوفاني سميحة وبنجامين حسن ربحوا على كيتيرات وفونك سباك كيرد لابي بالدوبل 6-3 6-7 9-7 بالتاي بريك و6-0. وبعد شوي رح تنطلق المباراة الرابعة يلي ممكن تكون الأخيرة بهالسيري. إذا ربحها لبنان، إذا ربح التايلاندي رح نكون بمباراة خامسة وحاسمة بتصور بكرة. هيدا اللاعب التايلاندي عملية تحمية بلشت اليوم، كمان صار في افتتاح رسمي كان تأجل من امبارح بسبب أحوال الطقس بحضور ممثل قائد الجيش، ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي، ممثل عن اللجنة الأولمبية اللبنانية، كمان كان حاضر ممثل عن النادي المضيف رئيس الاتحاد أوليفر فيصل، حاضر أيضا المباريات رئيس قطاع الشباب والرياضة بالتيار الوطني الحر جهاد سلامي، وكمان رئيس مكتب الرياضة بالقوات اللبنانية نهر بعيني. الحكم العام ومندوب الاتحاد الدولي فاليري لوتكوف روسي الجنسية وحكم من تشيكيا. الجمهور الموجود بالاتسال اكيد هلا بس تبلش المباراه بيرجعوا بيحضروا، بيكونوا متفرقين بامكن متعدده، بس جمهور مهم. دقيقتين لانطلاق المباراه. Ladies and gentlemen, this match will consist of three tie-break sets. Between the left of the chair, in Thailand, represented by Kushaya Troncharun Chaikul. Right of the chair, Lebanon, represented by Benjamin Hassan. Thailand awarded the toss and elected to receive. Yeah.
يعني بنجامين حسن صار إذا فينا نقول هو نقطة القوة بالفريق اللبناني بالفردي، وعندنا كمان جيوفاني سميحة هو نقطة القوة بفريق الدوب. وبدي ارجع اذكر انه سبق للبنان انه ربح على تايلاند ببانكوك سنة 2018 3-2 وقت تأهل للمجموعة الآسيوية الأوكيانية الأولى. 30 seconds. كمان رئيس اتحاد الدراجات فاتشي زادوريان موجود بمدرجات الاتسال. هيك تنبسط منا زميلتنا لوريك. اكيد ما رح يكون في نشرة للغة الأرمنية اليوم استثنائيا بسبب النقل المباشر لمباراة لبنان وتايلاند بالتنس. First set, Benjamin Hassan. Ready? والمباراة عم تنطلق. إرسال أول بالشباك. Love 15. أوه مبلش بدبل فوت بنجامين. هون يربح نقطة 15-15. كمان ارسال اول بالشباك. بنجامين. رتور بالشباك من اللاعب التايلندي ويشاوا شايكول. ارسال اول خاطئ، الحكم عم بينزل يتاكد. اوت بيقول الحكم. اوت 40-15. 40-15. بنجامين حسن عم بيتقدم. ليتس طبي معادي بتلامس الشبك. نت بول. وارسال اول خاطئ. أول جيم لبنجامين بيربح أرسله ولبنان بيتقدم 1-0. يعني بدكم تشوفوا قديش عنده لياقة بدنية عالية واستعداد ذهني بنجامين حسن. لاعبين تقريبا لساعة ونص مباراة دوبل من حوالي النص ساعة وعم بكفي وبهيدي القوة وهيدا التركيز لاعب كبير بنجامين حسن. شايكول على الارسال بالفيليه. ارسال اول خاطئ. اوه 15 باك هاند خارج الملعب من بنجامين. 15-0.
يعني من مباراة الفرد الأولي اللي شفناها شايكول عنده مشكلة بالسيرفيس الأول كمان خارج الملعب 30-0. ايس اول ايس بالجيم لتايلاند 40-0. بداية ممتازة لويشاوا شايكول. واو 40-15. 40-15. كمان طابة بالفيلي من شايكول 40-30. عم نشوف الإعادة، يعني الطابة اللي بتجي أوطى من جسمه للاعب تايلاندي الطويل بتسبب له مشكلة. وبيعادل 1-1 بعد طابة طويلة من بنجامين خارج الملعب. الإرسال الأول خاطئ من بنجامين. كمان طابة طويلة 0-15. اللاعبين عندهم مشكلة بالإرسال الأول. كمان نت إرسال معاد. حلوة حلوة من بنجامين 15-15. شوف الإعادة. بيلحقها بيشاوى شايكول، ولكن كمان بسرعة كبيرة بنجامين بيطلع على الفيلي 30-15. بعيدة عن متناول اللاعب التايلاندي. إرسال خاطئ. رتور طويل من شايكول و 40-15. عم يقترب بنجامين من انه يتقدم. جيم 2-1. تقدم للبنان. تركا بيزكى اللاعب اللبناني، لكن لبنان عم يتقدم بمباراة الفرد الرابعة بنتيجة 2-1.
عودة اللاعبين لأرض الملعب أرسيل أو شاوا شايكول لمصلحة تايلاند. بالفيلي باسينج رائع باك هاند لبنجامين 0-15. فيه شغل اللاعب التايلاندي يستفز بسرعة وكل ما يخسر طابة بيعصب. بالاوت 15-15. وارسال صاروخي من اللاعب التايلاندي بيتقدم فيه 30-15. ارسال خاطئ. طابي هي ورايحة صوب بنجامين اصطدمت بالفيلي غيرت مسارها استفاد منها اللاعب التايلندي حتى بشيء بالفيلي. شوف و 30-30. وروتور خارج الملعب 40-30. الأول خاطئ جيوس ودابل فوت. أول دابل فوت للفريق التايلندي تعادل. ادفانتج للبنان طابي خارج الملعب من اللاعب التايلندي. ادفانتج لبنان. جيوس ايس تاني ايس عمل 10 ايسز بالمجموعه بالمباراه الاولى 10 ايسات للاعب التايلندي حاليا صاروا 2. حلوه حلوه من بنجامين ادفانتج للبنان. شوف الاعاده ادفانتج لبنان ما بيطالة شايكول. الأول بريك بيعملوا بنجامين حسن وبيتقدم 3-1. بداية ممتازة للاعب اللبناني. لبنان ليدز 3-1. والارسال لمصلحة لبنان عنده افانتاج يتقدم 4-1 وهذا شيء بيعطيه افانتاج كبير وبيريحه نفسيا. 15 سيرفيس غانيان 15-0. كمان 30
1-0 بلشت مكنة الإرسال الأول عند بنجامين حسن بالشغل. أكيد مش راضي اللاعب تايلاندي، بفتكر طابة وحدة بيعمل مشكل. فوت، إرسال خاطئ من بنجامين. حلوة، 40-0. جيم للبنان، 4-1 بيتقدم لبنان. وايدا جو بلون بداية صاروخية لبنجامين حسن. يلا يا بني لبنان، بدنا يبقى بالمجموعة الآسيوية الأوكيانية الأولي لينافس يروح للمجموعة العالمية، ليش لا؟ هذيك المرة فرقت معنا على شوي ضد أوزبكستان. اللاعب التايلاندي ودفاع كمان حلو من بنجامين، لكن بالنهاية كرته بالشباك و15-0 لتايلاند. حلوة كمان، عم بيهاجم بشراسة اللاعب التايلاندي، بيطلع على الفيليه وبيحط بعكس اللاعب اللبناني. 30-0. 40-0. مبلش كمان ارساله الاول يتحسن بشكل كبير. بالشباك. طويلة، 40-15. سيرفيس غانيان و جيم لا ويشاوا شايكول. بعد التقدم لبناني 4-2 والارسال لبنجامين حسن. ارسال اول خاطئ. بيجبروا يرتكب الخطا، قلت لكم الطابه الواطيه عم تاذيه للاعب التايلاندي يلي ما عم بيوصلها بسرعه وبتكون واطيه عليه. 15-0. ارسال خاطئ. رتور خارج الملعب. 30-0. Thirty
بالاوت 30-15 بعد المنصة الرسمية فيها رئيس الاتحاد اللبناني للتنس أوليفر فيصل ورئيس اتحاد الدراجات عضو اللجنة الأولمبية فاتشيزا دوريان ورئيس قطاع الشباب والرياضة بالتيار جهاد سلامي وأعضاء الاتحاد عارف مارديني نبيل قبيطر ديزيري خليفة حلوة 40-15 شوف هون بالإعادة على الطابة كمان New balls please 5-2 تقدم للبنان leads 5 games to 2 كمان موجود عم بيتابع الجيم رئيس الأنشطة الرياضية بالاتسال عدد كبير من الجمهور اللبناني المبسوط بتقدم لعبنا بنجامين حسن عم بحكي عن سيرج زوين رئيس اللجنة الرياضية بالاتسال عصب اللاعب التايلاندي قلت لكم 0-15 حتى بشوي طويلة الارسال الاول خاطئ كثير من بنجامين حسن و 0-30 شوف وين نزلت عزيح دغري ارسال خاطئ من شايكول بنجامين وقع 0-40 رح اترب انه يحقق البريك الثاني 15-40 والايس سلاحه الاقوى الايس لشايكول 15-40 والمجموعة الأولى مشاهدينا عم تنتهي لمصلحة لبنان 6-2 مجموعة واحدة فقط ولبنان بيبقى بالمجموعة الآسيوية الأوقيانية الأولى شوف طابة بالإعادة خارج الملعب المجموعة الأولى 3 أيسات للاعب التايلاندي مقابل أيس واحد لبنجامين حسن بالجوبلان أو الشوط النظيف واحد للبنان 0 لتايلاند وبالدبل فوت على الإرسال كل لاعب عمل دبل فوت واحد بدي أذكر كمان بأبطال الفريق اللبناني الباقيين نجيب فقيه وجلال صادق بالإضافة لجيوفاني سميحة وحسن إبراهيم وبنجامين حسن فريق واحد
عم بيحقق نتائج لافتة بمسابقات ديفيس كاب. كمان ما بدي انسى احكي عن الناشئين شوي بالتنس، الناشئين والناشئات يلي عم يربحوا، الاندر 14 و16 و12 عم يربحوا بغرب وشرق اسيا، عم بيحققوا نتائج لافتة للبنان. طبعا هذا شيء ببشر بالخير للمستقبل ان كان على صعيد الذكور او على صعيد الاناث. مجموعه اولي سريعه، نص ساعه بس. والمجموعه الثانيه رح تنطلق بارسال لبنجامين حسن. هيدا ويشاوا شايكول بانتظار انه يتم الانتهاء من ازياح الملعب وصيانتهم، خطوط الملعب كلها. Second set, Lebanon to serve. ارسال خاطئ ببداية المجموعة الثانية. بيلحقها هالمرة. خطأ كبير من شايكول. حاول يعمل دروب اللاعب اللبناني، بيلحقها اللاعب التايلاندي، لكن شوفوا بالإعادة شو عمل. شوفوا حتى بالفيليه 15-0. ارسال تاني. هالمرة العودة عم بتكون منيحة ل ويشاوا شايكول. 15-15. تاني ايس لبنجامين 30-15. هالمرة ارسال خاطئ. وروتور بالفيليه 40-15. 40-15. لبنان عم يتقدم 1-0 على ارسال بنجامين حسن. First game, second set. تماما كما بدايه انطلاق المجموعه الاولى. شوف ملا طابي ما بيلحقها ويشاوا شايكول المصنف اول بالفريق التايلندي. المجموعة الأولى خسر إرساله اللاعب التايلندي. تمام ما بيلحق الطابة. 0-15. قلتلكن لاحظوا اللياقة البدنية العالية عند اللاعب اللبناني وتركيزه المرتفع جدا. هيدي طابة عند الجمهور. 15-15. بيردها لعند الجمهور بنجامين. ارسال خاطئ.
المرة الثانية بالجيم. بنجامين عم بيطلع على الشباك عم بينقص طابة. شوف حتى دياغونال لاعب التايلندي بيلحق بنجامين. 15-30 الارسال الاول بالفيليه. ودبل فور 15-40 طابتين للبريك للفريق اللبناني. تاني دبل فوت على الفريق التايلندي. يرجع 30-40 رتور طويل من بنجامين. لات فسر نت تصطدم بالفيليه. الارسال الثاني او الارسال الاول خاطئ. نشوف الارسال الثاني. ملا طابي والبريك بيعملوا بنجامين. صار كتير قريب لبنان من انه يروح او يبقى محله. يلا يا بنجامين اذا ربح ارساله بفتكر المباراة بتكون صارت شبه منتهية. ارسال اول بالفيليه. خمستاش صفر سيرفيس غانيان. 15 لف. ديانا هالطابة من بنجامين يلي بيطلع على الفيليه لكن بيحط طابته بالشبك. ديانا لو قطعت رتور بالفيليه من اللاعب التايلندي. و 30-15 للبنان. ارسال اول بالشباك. اوه 40-15 بلش يسيطر بنجامين حسن على الجيم وعم بيتحكم بكراته وعم بيلعبه شمال يمين للاعب التايلندي. حلوه ولكن 40-30 يعني لو خسر هيدي الطابه شايكول كانت مشكله كبيره. بيطلع على الفيليه وبيحقق النقطه. ارسال اول بالفيليه. وتعادل على خط الملعب مباشرة. طابته لويشاوا شايكول بيعمل كامباك حلو. نت ارسل الاول لبنجامين.
الحس الخاطئ. ايس ادفانتج للبنان. يعني هيدي اول مرة باليومين ايس بالارسال الثاني للاعب هو بنجامين حسن، صار متعادلين بالايسات 3-3. هون بينهي المباراة، بينهي الجيم، بيتقدم 3-0، بيرتاح كتير وبيريحنا وبيريح اللبنانية بنجامين حسن. مراقبي الخطوط، تنظيم محترف من الاتحاد اللبناني للتنس. المرة الماضية اجا تنويه من الاتحاد الدولي من الاي تي اف على التنظيم بالمواجهة مع اوزبكستان. انا اكيد انه رح تتكرر بعد هيدي المباراة، ولبنان رح يضل بين الكبار بالمجموعة الاسيوية الاوكيانية. ارسال لويشاوا شايكول. خطأ مباشر من اللاعب التايلاندي، طابته بالشباك وصفر 15. اكيد معنوياته ضعفت كتير، لاعب تايلاندي شوف هاو الطابات اللي بيحبون عادة. ارسال خاطئ. بلش يوقف اللاعب التايلاندي 0-30، انهيار بهاللحظات، بس اكيد عنده خبره كثيره، عنده خبره كبيره وقادر. هون الحكم عم بيقول له شوفها للطابه. بأكد النتيجة للبنان 0-30. قلت لكم معنوياته عم تهبط اللاعب التايلاندي. واو 0-40. بريك جديد بيعني انه المباراة انتهت عمليا، لانه مش لاعب مثل بنجامين حسن من بيتقدم 4-0 وبيرجع بيخسر سيت. اكيد فوت. ارسال خاطئ. Out. 15-40. ديانا طبتك يا بني. ولبنان عم يتقدم 4-0. بريك تاني عم بيعملوا بنجامين حسن. انا برأيي لبنان حسم بقائه بالمجموعة الاسيوية الاوكيانية الاولي لكيس ديفيس، بقي بين كبار التنس بالعالم، هو مصنف 39 عالميا واول عربيا.
رتور طويل خارج الملعب 15-0. ايس 30-0. مكنة ما بتتوقف بنجامين حسن. طابي بالاوت 30-15. ارسال خاطئ. حلوة طابة اللاعب التايلاندي 30-30. شوف بالإعادة فورهاند على الزيح 30-30. سيرفيس غانيان 40-30. طابة 5-0 لبنجامين حسن وللبنان. ايس لبنان 5-0. لبنان ليدز 5 games to love. رئيس الاتحاد وقف واللاعبين اللبنانيين كمان وقفوا. مباراة حسمت فعليا، اكيد ما في شيء خلص بس حسمت المباراة. مبروك للبنان. ويشاوا شاي كول اصلا يعني اللاعب التايلاندي المباراة الاولى ربحها بصعوبة بالغة على حسن ابراهيم. صحيح هو مصنف اول لكن في فرق كبير مثل ما مبين بالمستوى بينه وبين بنجامين حسن. بذكر انه بنجامين ربح مباراته الاولى 6-1 6-2، حاليا ربح مباراة عم بيربح 5-0. ما بعرف اذا بيعملها بالقلب او بيربح 6-2 6-0. رتور بالفيلي 15-0. يعني إذا أخذ جيم اللاعب التايلاندي بيكون منيح بهالسات طبعا. ثلاثين صفر. وين كان مخبيهن ويشاوى شاي كول هالطبيط؟ لا عملون كتير اليوم. فوت خطأ، ارسال خاطئ. كمان بالفيليه 40-0. طابة ارسال خاطئ. خمستاش 40-15 لتايلاند. شوف هون طابة بتروح وطويلة بالاوت. ارسال خاطئ من اللاعب التايلاندي. حلوة 40-30. عم بيعمل الكومباك بنجامين حسن من 40-0 ل 40-30.
على إرسال اللاعب التايلاندي. إرسال خاطئ. تمام. فيوز. شوف الإعادة. ردة فعل قوية كتير من بنجامين. رتور طويل. أدفانتج تايلاند. يعني وقتها منشوف لبنانية مغتربين منتشرين بيحبوا بلادهم وبيلعبوا بهالمحبة لبلادهم، منقول انه لبنان موجود بكل قلوب اللبنانيين وين ما كانوا. سيرفيس بالاوت. ارسال تاني للاعب التايلاندي. كمان رتور غانيان من بنجامين وتعادل من جديد. ارسال خاطئ. وهالمرة ادفانتج للبنان. ادفانتج لبنان. يلا طابة واحدة وبينهق بنجامين حسن المباراة 6-0 ان شاء الله. بينهيها مثل ما قلت لكم 6-0. مبروك للبنان، مبروك للاتحاد اللبناني للتنس، مبروك للاعبين الابطال. الفريق اللبناني المؤلف من بنجامين حسن بطل هالمواجهه، حسن ابراهيم باول ظهور له على ملاعب التنس اللبنانيه بيخسر بشرف وبصعوبه كبيره قدام المصنف اول التايلاندي جيوفاني سماحه بطل مباراه الزوجي. نجيب فقيه وجلال صادق كلكم ابطال. فادي يوسف مبروك. مبروك لأوليفر فيصل، لكل أعضاء الاتحاد اللبناني للتنس، لألان صايغ، وهذه الاحتفالات اللبنانية. البقاء بالمجموعة الأسيوية الأوكيانية الأولى إنجاز جديد يضاف لإنجازات التنس اللبناني. مبروك للبنان. أنا على وقع هالمشاهد الاحتفالية مشاهدينا بعد هالنهار الطويل، رح نترككم على وقع الاحتفالات اللبنانية ومنشوفكن قريبا بأحداث رياضية جديدة. إلى اللقاء.